مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم تراث هنا بمدينة أسفي وتحديدا بدار السلطان. لقينا مجموعة من التحف الأثرية وكذلك معروضات منها طوابع بريدية ولقاء أثرية ومنها كذلك مجموعة من الأشياء ذات قيمة كبيرة. تابعوا معنا. في قصر الباهية. هذا القصر الباهية هي معلمة عمرانية كتمتاز بالفن المعماري العربي الإسلامي المغربي. فيها المقومات كاملة متوفرة فيها، وهي كتواجد هذا القصر الباهية كتواجد في قلب دار السلطان. وهذا دار السلطان اللي عندها واحد العدد ديال الأسماد، كانت سمات بالقشلة، بروع عرب، القصبة العليا، كذلك بدار السلطان هي المعروفة عند السكن. هذه المعلمة ديال قصر الباهية وابنها السلطان سيد محمد بن عبد الله لما كان وليا عن أبيه في مدينة أسفي واستقر فيها لمدة 10 سنين. هنا كان يقيم في هذه المعلمة في هذه، بحيث هذه المعلمة كما قلنا كتميز المعمار ديالها نوع عربي إسلامي مغربي، بحيث أننا كنشوفوا الزخرفة باقا، كنشوفوا الجناحين كيتوفران على بعض الكتابات في الجنبات ديالها اللي هي العافية الباقية بمعنى الدعاء للسلطان سيد محمد بن الله بالصحة والعافية. هذه المعلمة كما قلت كتوجد في واحد في قلب ديال مدينة أسفي، وتختار لها واحد المكان اللي هي كتوجد في واحد الربوة عالية بحيث أنها كتشرف على الجهات بالأربعة ديال المدينة، بحيث ممكن تشوف فيها دار السلطان، تشوف فيها من الجنوب، تشوف فيها من الشرق اللي جاي من طريق مراكش، من الغرب. كذلك هي تتميز بالموقع ديالها اللي هو موقع استراتيجي. السلطان سيد محمد تقريبا أقيم في أسفي سنة 1850، في هذه الفترة فاش بنى هاد الإقامة ديالو اللي كانت اللي هي كتواجد فيها الآن معرض متنوع فيه مجموعة ديال المعروضات الأجنحة. كنشوفوا مثلا كاين عندنا هنا كنشوفوا مثلا الأوسمة اللي كان السلطان مولاي يوسف زار مدينة أسفي في 1918، وكان تدعو على باب مدينة أسفي. ومن بين المسائل اللي دار النوع عطا واحد الوسام لواحد السيد سبيسي، كنقولوا هو داك اللي رود ليه العود ديالو، وعطاه وسام وظهير اللي هو كنعرضوه اصلي في منطقة إير. وعبدة كنعرفوها أن عبدة أسفي مشهورة بالخيالة والفرنسية، وهذا عبر التاريخ. كذلك هنا في هاد الجانب في هاد هنا كنعرضوا واحد البندقية مكحلة، كيقولوها المغاربة مكحلة. هاد البندقية المميزات ديالها أنها شاركت كنقولوا بوشفر، وكاين اللي كيقولها بوشفر، وهي المكحلة كانوا عطوها العثمانيين لما كانوا المغاربة في عهد الدولة السليف في الحرب في معركة واد المخازن، معركة الملوك الثالث عام 1578. وكانت الأتراك ديك الساعة عطاو المغرب عطاو صندوق بواحد مجموعة ديال البنادق، ومن بينها هذه البندقية بوشفر، كيقولوا لها الناس في المناطق المغربية الأخرى ساسبو. المميزات ديالها أنها كانت مكحلة، هي طويلة تقريبا كانت من 1.80 متر حتى 2 متر، وكانت كما كنعرفوا هذه المكحلة قول المغاربة هما اللي عطاوها اسم ديال بوشفر، لأن البارود كانوا كيجيبوه، لأن الأتراك لما عطاو تقريبا هاد البنادق المغرب عطاوها معاهم البارود، وعطاوهم تقريبا 40 مدفع.
اسفي لاول مره هذه البندقيه كتخرج منذ سنين، وكاين في المتحف ديال المكناس، المتحف ديال السلاح، كاين واحد النماذج. كذلك كان عرضوا في هاد بالضبط، كاين واحد الخوذه تركيه جبنا جات من الجزائر ديال العثمانيين، وكان عرضوا ما يميز كذلك هذا الجناح، وهو عرضنا الاسترلابات، استرلاب وهو داك اللي كانوا كيستعملوه المغاربه والعرب كذلك والمسلمين، كان هو جي بي اس ديال اليوم باش كيشدو الطريق. كاين استرلاب ديال البحر اللي هو صغير، وكاين المصفح اللي هو عرضناه كيمشي على البر، وكاين الكروي اللي عرضناه لاول مره كذلك اللي هو جمال العراق، وكاين عندنا استرلاب المثلث. هادو استرلابات كانوا كيستعملوهم المغاربه والعرب والمسلمين كاملين، لانه خصو يكون الانسان باش يستعمل هادو يعرف 12 شهر وكل شهر ويعرف الطريق، وهذه خصو يكون ضالع في علم الفلك. كانوا كيستعملوهم غالبا في الطرق في الطرقان، اللي كيبغي القوافل الحجاج القافله قبل ما كتمشي خصو يكون عندها واحد اللي كنسموه هو لوغيد، وهذاك لوغيد من بين المميزات ديالو خصو يكون عنده واحد استرلاب، استرلاب اللي كيعرف به الطريق. وهنا بغيت نشير بان اول ركب حجيجي اللي كان في المغرب اللي كيمشي من المغرب الى الحج داروا الشيخ ابي محمد صالح اللي هو الوالي ديال مدينه تسفي، وهذا الركب كان عنده تقريبا واحد 46 محطه من الاسفي حتى الحج، وهذاك اللي كيشرف على داك اللي كيدي داك الركب كان كيكون عنده واحد استرلاب اللي هو كيستعمل كياخذ به الطريق دائما في اطار ديال في هذا الجناح ديال الأسلحة التقليدية. حاولنا نعرضوا بعض السيوف وبعض الخناجر وبعض الكميات وبعض الأشياء المرتبطة بهذا، وعرضنا معهم بعض دلائل الخيرات، لأن كنعرفوا أن الفرسان ديال المغرب كان من اللي كيطلع فوق العود، وده ضروري خصو يسمع واحد دليل الخيرات. شنو هو الدليل الخيرات؟ هو دليل هو مخطوط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارس لما كيهز السيف ديالو ولا كيهز البندقية ديالو ضروري خاصو يكون مع هذاك دليل الخيرات. اليهود المغاربة تميزوا بجوج الحوايج في المغرب، تميزوا بالصرافة في باش يدو المجال ديال النقود، وتميزوا بالخياطة. فالخياطة أول اللي كتشوف دوك الفاتن وداك الشيء اللي شتي كاملين بالصام وبهذا، كانوا اليهود هم اللي هذيك تقريبا جلهم، تقريبا جلهم كنقول هم صابوهم اليهود المغاربة. وأغلبية هاد شغل جات من عند اليهود كهدية كهذا، يهود مغاربة اللي كانوا، وكنعرفوا أن مدينة تسفي كان فيها واحد التعايش ما بين الأديان، ما كانش عندنا الملاح، كان دار اليهودية حتى المسلم حتى المسيحي، حنا كنا ما عندناش نازلهم ملاح، المدينة الوحيدة اللي ما فيهاش الملاح اللي كان مستقر فيها اليهود هي أسفي، وهذا هو الشيء اللي، وكانوا اليهود في أسفي كانت عندهم الخياطة معروفين مشهورين واحد العدد ديال الأسماء بلا ما نذكر الأسماء ديالهم. كاين عندنا واحد البلاصه عرضنا ثاني الطوابع البريديه، الطوابع البريديه عرضنا من حاولنا نحكوا تاريخ البريد عبر الطوابع من خلال الطوابع البريديه، تاريخ المغرب من خلال الطوابع البريديه، بحيث ان عرضنا اول مجموعه ديال الخواتم الاصليه للسلطان الحسن الاول اللي نظم البريد، وجينا الاول اصدار ديال اللي كان في عهد مولاي عبد الحفيظ 1912 واحد سته اللي كيحمل الزاويه ديال طنجه الزاويه العيسويه، ومشينا بواحد التراتبيه حتى العهد محمد السادس، بحيث ان الزائر كيشوف التاريخ، كيشوف التنوع، كيشوف الزهور الحيوانات اللي كتميز بها المغرب، كيشوف المآثر التاريخيه، النقود المغربيه عبر الطوابع البرديه، كيشوف واحد الغنى. هذا الجناح هو فيه المخطوطات وفيه الوثائق وفيه لوحات من الخط المغربي. بخصوص المخطوطات حاولنا نعرضوا ان واحد مخطوط ديال المصحف بن البواب اللي عنده تقريبا واحد 1000 سنة، عرضنا مخطوطات اللي عندها 8 قرون، عرضنا مخطوطات المواد ديالها كتختلف، كاين في الفقه، في الدين، كاين في اللغة، كاين في الفلك، كاين كذلك في الطب، هاد كاين مصاحف قرآنية كذلك. الغنى ديال هاد المخطوطات كما قلت أقدمها يرجع إلى 8 قرون، وهي لأول مرة كتعرض هنا في مدينة تسفي هاد المخطوطات. كذلك في هذا الجناح كاين وثائق ديال السلطان الحسن الاول القيد عيسى بن عمر مثلا، بعض الوثائق ديال بعض الزوايا حاولتين نعرضوها. عرضنا كذلك بعض اللوحات ديال الخط المغربي خصوصا ديال الناس ديال الاسفي، مثلا كاين عرضنا واحد اللوحه ديال
الخطاط الكبير اللي هو طريح فرج المتمنى وليه الشفاء، وهو نجمع المولى اللي هو حاز على جائزة في الثمانينات حول جائزة الخط العربي. كذلك كاين لوحات اللي هي للفنان إيطالي اللي هو في فرنسا، والمرحوم السي أحمد المجداوي في الخط. كذلك كاين اللوحة ديال سعيد الكيال، كاين كذلك بعض الململمات حاولنا نعرضوها باش ململمات إيرانية وهندية وتركية. من بين المعروضات اللي كاينة في هذا الجناح كذلك كاين واحد كنعرفوا أن العرب كانوا كيكتبوا في القديم، ماشي حتى كانوا كيكتبوا على اللوح، على الخزاف، على مجموعة ديال الحوايج. ومن بين الخشب لهذا بقات هذه العادة حتى عند المغاربة، وبقات في تردان تقريبا كاين واحد العقد ديال الزواج اللي هو مكتوب عام 1230، مكتوب عقد ديال الزواج، السيدة كاتبة الزواج ديالها بالمهر ديالها باليوم ديالها. كذلك في هذاك الطرف ديال اللوح الجميل فيه انه رغم مرور ما يقارب قرنين انه ما تمحى ما والو، وبقى فيه واحد الريحه، لان الطريقه باش كتبوا داك السمخ كنعرفوا بان المغاربه كانوا كيديروا فيه واحد النوع ديال كانوا كيديروا فيه ديك الحبه اللي كيجيبوها من الحج باش كيكتبوا، كيعطي واحد الريحه جميله لله الزيتي كتشمي فيه واحد الريحه جميله طيبه، عطر طيب. وهذا كيدل على ان المغاربه كانوا بارعين في هذا الشيء. وهذيك المنطقة ما كتبوش عقد زواج، كتبوا حتى العقد ديال البيع والشراء، عقد ديال السلف، عقد ديال الشخص عنده شحال فين الدار ديالو، ديال الأملاك العقارية كاتبينها في هذوك، باقي محتفظين عليها من الجد لجد ومن الحفيد بقات غادية عندهم. وأنا جبت واحد مجموعة من هذيك النماذج. Lors d'une visite, j'ai adoré cette ville, j'ai vu son patrimoine culturel très important et dès l'instant, j'ai décidé de m'installer à Safi, pratiquement définitivement. J'ai donc acheté une maison ancienne que j'ai restaurée dans le même esprit que la protection du patrimoine traditionnel et culturel de Safi. Au niveau culturel, le principal étant la poterie, puisque c'est quand même la capitale de la céramique. Et là, on a toute l'histoire de la céramique, aussi bien rurale que contemporaine, avec des gens comme Lagressi et Ahmed à l'heure actuelle. Donc ça fait un panel total de tout l'art de la céramique. Donc il n'y a que Safi qui peut représenter ça. J'ai présenté dans cette exposition quelques pièces de Boujma Lamali, que tout le monde connaît forcément à Safi, de son meilleur élève, Ben Brahim, qui était donc élève parmi tant d'autres, mais sans doute le meilleur élève de Boujma Lamali. Je présente des œuvres de Abda, qui est le père de Moulay Ahmed Servini, des œuvres également d'autres maîtres très connus comme Lagressi, Soussi et quelques autres grands maîtres de Safi. Là, c'est quelques pièces simplement. Le verre à bière, celui-là. C'est pendant que l'armée, donc dans les années 40, 40, 42, était installée à Safi, l'atelier Lamali a fabriqué des chopes, donc en terre, hein, toute simple, sans aucune décoration, et qu'il a distribué donc aux militaires américains qui étaient cantonnés sur la base de Safi et qui s'en servaient évidemment pour boire entre eux. في سنة 1994 هي حفريات لاله النيل الحمريه قريبه جدا، واحد المقبره كانوا عطروا على مجموعه ديال اللقاق ديال الخزف اللي كتعود الى الدوله المارينيه. علاش الدوله المارينيه؟ كما عرفت بعض اللقاق اللي فيها اسطنبي، هذيك اسطنبي كانوا كيديروها المارينيين، بحيث ان في الحفريات في منطقه الا ما لقيناش النقود باش نعرفوا باش كنثبتوا كنلقاو مثلا بعض القطع الخزفيه وكنبقاو نناقشوا يشمل فتراكات اش كيقول الموحدين اش كيقول المارين. ولكن ملي كنلقاو اسطنبي في ديك اللقاق كنعرفوها بلا مارينيا، لان المارينيين هما اللي كانوا كيطبعوا الخزف ديالهم بديك الطابع ديال اسطنبي. هذيك اللقاق اللي لقينا فيها اسطنبي حنا حسبنا بان هذاك الخزف هو خزف كان ماريني، وكانت هذيك المنطقه غنيه للاسف تم الاقبار ديالها وطلعت العمارات وطلعت هادشي، لان تا
التاريخ هو هذا، تلك أثار، هذه أثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الأثار كما قال الشاعر. هذه اللوقة عرضنا بعد اللوقة بعد القطاع رومانية، وعرضنا كذلك واحد القطعة خزفية، لأن الخزف الأخضر كانت كتميز بمدينة تزفين، ولا تذكرتي في المنهج الواضح في الكتاب ديال حفيد ديال الشيخ أبي محمد صالح أنه كيدوي على كوب أخضر يعني في عهد الدولة المغربية من مدينة أسفي، كوز أخضر يعني كيدوي على الخراف أخضر ديال الأسفي، ويعني أن الأسفي تميزت بواحد اللون ديال الأخضر في عهد الدولة المغربية، عهد الدولة الموحدة عفوا. حاولنا نعرضوا مجموعة، كاين تاني بعض الصحون اللي عرضناها، كاين مجمع العملية بالمراهيم السرغيني، كاين السوسي، كاين عبدة، ما معنى عبدة؟ كاين فخر لموقع بعبدة، لأن مجمع العملية كان كيوقع فخر ديالو بأسفي، ونادوا واحدين أخرين بداو كيوقعوا بعد لي زاتولي كيوقعوا بأسفي، مشاو عند القاضي هادشي في 1930، مجمع العملية مشاو عند القاضي باش يحسم، إما واحدين هما اللي خصهم يتبعوا يوقع فخر ديالو بأسفي ولا أخرين. لقى القاضي بأن القاضي المجمع العملية هو اللي كيوقع بأسفي قبل منهم في العشرينات. قالوا لي احنا شنو نديروا؟ قال لي ديروا عبدة، ولو كيوقعوا بعبدة. هذه هي حكايه عبدة اللي خاص الناس يعرفوها. وتقول كذلك من بين الحوايج اللي عرضنا تما، عرضنا واحد الكاس خضر ديال بوجمع العمال الكيسان الخضرين اللي كانوا، لان الامريكان من دخلوا لاسفي في 42 قالت من الموتون اللي كانوا كيقولوا الناس الوالدين كيعاودوا لينا هي ما كاين امريكان، ما شربنا في كيسان، ما لبسنا كتان، فهمتي؟ ديك الساعه خرج داك الكاس خضر، الناس كانوا كيشربوا في ذاك الكيسان. وهذا كاين تاني جناح ديال الزيت التقليدي، حاولنا كاين واحد، كاين القفتان اللي كانوا كيلبسوه الرجال، القفتان ديال الملف كان كيجي من النمسا ومن بريطانيا اللي فيه الخنجر. كاين عندنا القفتان الاخضر بالصم ديالو بديك الحرير ديالو المذهب الاصلي كانوا كيصوبوه اليهود المغاربه. كاين عندنا واحد المجموعه ديال الزيت التقليدي باش يشوفوا الناس ان كاين واحد التنوع. الانتيكيتي اون جينيرال، جو بونس كي اوري ان افور ا فير او نيفو دو لا بروتيكسيون. كان اون ترافيرس لا ميدينا اي يا كان ميم دي ميزون كي سون ان روين براتيكمون. Je pense que les pouvoirs devraient axer là-dessus. Il y a des petites choses qui sont. Hein, j'ai vu un jour des enfants qui s'étaient cotisés pour acheter un pot de peinture et qui rebadigeonnaient donc des maisons. Vous voyez, donc il y a quand même un espoir de ce côté-là. Sinon, bon, avec maintenant l'acquisition du nouveau musée de la céramique, absolument fantastique, il y a quand même un effort très important qui est fait sur cette ville. Et nous, donc, à notre hauteur, on essaye de bouger un peu les choses. Voilà. تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.